فيديو النهاردة إن شاء الله عن البقوس اللي محيرة ناس كتير. هنعمل مع بعض أجمل وأطعم بسبوسة ممكن تعمليها. الصراحة أنا مش هقول إن دي طريقتي أو إن أنا أول واحدة على اليوتيوب أعملها. أنا لقيتها بالصدفة على كيس من أكياس دقيق البسبوسة الجاهز، قلت أجرب الطريقة على دقيق البسبوسة السايب وطلعت النتيجة معايا روعة، فقلت أشارك معاكم الطريقة. بس لأول مرة تشوفوني أنا اسمي هالة. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك. المقادير دي هتكون لنص كيلو دقيق السميد اللي هو بدون اضافات او دقيق البسبوس، هحتاج كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع لبن، هبتدي اقلب بقى السكر، ادوب السكر مع اللبن شويه كده واحتاج كوبايه الا ربع سمنه الا معلقه كبيره، يعني كوبايه الا ربع سمنه وهاخد منها معلقه كبيره. والسمنه يا ريت تكون نوعيه كويسه لان السمنه هي نكهه البسبوسه، يعني كل ما تكون السمنه جودتها عاليه كل ما تكون البسبوسه هتطلع معايا طعمها حلو. وهضيف معاهم معلقه كبيره من سكر الجلوكوز او عسل الجلوكوز، لو مش عندي هضيف معلقتين من العسل الشربات بس يكون تقيل او معلقتين عسل ابيض. سكر الجلوكوز الصراحة بيساعد ان البسبوسة تطلع طرية وان هي تشرب الشربات بتاعها. بعد كده هاخدها معايا على البوتاجاز. انا محتاجة ان سكر الجلوكوز يدوب والسمنة تدوب معايا، انا مش محتاجة ان انا اسخنها. هحط رشة فانيليا كده بتدي للبسبوسة ريحة حلوة قوي. زي ما قلت انا مش محتاجة ان انا اسخنها، انا مجرد بس ان سكر الجلوكوز يدوب معايا. انا عندي هنا نص كيلو من دقيق السميد اللي هو السايب بدون اي اضافات، وعشان تعرفي ان دقيق السميد ده نوعية كويسة لما تمسكي بين ايديكي كده ما بيسيبش علامات، يعني ما بيكونش زي الدقيق كده ناعم قوي، بستعمل السميد اللي هو يكون متوسط. هضيف له رشة ملح، وهنا عندي معلقتين جوز هند اختياري للناس اللي بتحب جوز الهند، ممكن مش تضيفيهم خالص. هبتدي بقى اقلب المكونات دي مع بعض، وبعد كده هضيف السمنه اللي انا كنت مسيحها على النار تكون بارده خالص ما تكونش دافيه او سخنه، لان لو سخنه هتبوظ معايا البسبوسه مش هتطلع معايا ناجحه. بعد ما اضمن خالص ان هي بردت خالص، يعني انا سبتها على النار عشان عسل الجلوكوز يفك معايا، خلاص هي كانت بارده خالص هضيفها بقى لدقيق البسبوسه. وابتدي بقى في اللحظه دي ان انا اقلب بس بالراحه قوي، يعني من تحت لفوق كده زي ما احنا شايفين، ما اقلبش جامد قوي. انا هقعد اقلب لغايه بس بتاكد ان السمنه كلها غلفت البسبوس، يعني كل المكونات اختلطت مع بعض، لان التقليب الجامد الصراحه بينشفها وبيخليهاش تشرب الشربات. صينيه بقى مقاس 30 هبتدي ادهنها بالسمنه. المقدار ده بيناسب صينية 30، يعني ما تعملهاش في 28 وتقولي عشان الحجم يطلع عالي شوية، لأ هي تطلع معاكي مكتومة. أنا جربتها قبل كده في 28 ما شربتش الشربات بتاعها. هي مش مجرد انها تطلع عالية، لأ هي بتتكتم ومش بتستوي ومش بتلاقي مساحة ان هي تشرب الشربات، يعني مش بتطلع كويس. هو المقدار ده على صينية 30 هيطلع مناسب جدا قوي. هبتدي بقى ان انا اوزع، لو في اماكن عالية كده اوزعها بايديا عشان تبقى كلها سمك واحد، وممكن ابل صوابعي كده بالسمنة وامشي عليها وانا بحاول اسويها، برضو بتديها لون حلو قوي في الاخر في السوى. خلاص انا سويتها كده، هبتدي اديها خبطتين ثلاثة كده وهبتدي بقى اقطعها. انتي ممكن تدخليها الفرن عادي من غير ما تتقطع، انا الصراحة ما كنتش بقطعها قبل كده، بس مرة كنت يعني مش مركزة وبفتكر ان انا بعمل جلاش وقطعتها، طلعت النتيجة معايا حلوة الصراحة. انا قلت النهاردة يعني هشاركوا كل تجاربي، فبقيت بعد كده خلاص ان انا بقطع البسبوسة قبل ما ادخلها. في الوقت ده طبعا انا كنت مجهزة الفرن ومشغلاه، لان طريقة تحضير البسبوسة مش بياخد وقت، اكون مشغلاها قبلها بربع ساعة على درجة حرارة 160. انا قطعتها خلاص، ممكن بقى ازينها لو بحب المكسرات، ممكن ازينها فول سوداني، ممكن اسيبها سادة خالص. طبعا التزيين ده بيكون حسب الرغبة يعني. هبتدي ادخلها بقى في الفرن، زي ما قلت لكم الفرن يكون مشغلاه قبلها بحوالي ربع ساعه قبل ما ادخلها على درجه حراره 160 في الرف التاني على الشبكه.
نسيبها تستوي بقى ونروح نجهز الشربات. شربات البسبوسة بيكون خفيف، بس الصراحة أنا معتمدة حاجة معينة، إن أنا بستعمل 2 كوباية سكر على 1 كوباية مي. بس لو عايزاه خفيف مخسبوش على النار فترة طويلة، لو عايزاه تقيل بسيبه فترة شوية. انا مش بحب اقلب السكر مع الميه زي ما انتوا عارفين، انا بسيبه يدوب لوحده، والصراحه دي اسلم طريقه ان العسل ما يسكرش معاك. زي ما احنا شايفين هنا ان السكر ده خالص وما عملش اي ريمه وما عملش فقاعات بيضه او اي حاجه، هو دوب لوحده. هنا بقى لو انا محتاجه شربات تقيل هسيبه على النار فتره حوالي 7 دقائق من بعد ما السكر يدوب، لو محتاجه شربات خفيف هسيبه 3 دقائق، مجرد ان هو يدوب كده او يبقاش باين معايا هعلي النار متوسطه لان هو على نار هاديه، وهبتدي من اول ما اعلي النار ابتدي اعد 3 دقائق كده، احسب 3 دقائق واطفي النار. هحط معلقة عسل جلوكوز كبيرة، يعني معلقة عليها القيمة كده شوية، لو مش عندي سكر الجلوكوز أو عسل الجلوكوز هحط 2 معلقة من العسل الأبيض. مجرد بس إن هو هيفك كده عشان هو بيبقى متجمد هحط رشة فانيليا ومعلقة زبدة كده، بتدي صراحة للبسبوسة ريحة حلوة أوي. مجرد إن السمنة تدوب معايا هبتدي أطفي كده، هيكون عدى 3 دقايق من بعد ما السكر بتاعي دي. زي ما قلتلكوا خلاص هنبص على البسبوسة بتاعتنا، هي خلاص كده ابتدت تاخد لون من الجوانب، أنا هوريكوا الجوانب أهي، هي لسه فاضل شوية كده، كان عدى حوالي ربع ساعة. هسيبها شوية يعني كمان 10 دقايق كده وما زودش عليها عشان بس ما تنشفش. انا اخدت معايا بالظبط حوالي نص ساعه وشغلت عليها الشوايه حوالي 2 دقيقة عشان الوش، انا كنت ممكن ادوس عليها اكتر من كده، بس لما بتستوي اكتر من كده الصراحه بتنشف ومش بتشرب الشربات بسرعه. خلاص البسبوسه بتاعتي بقت جاهزه، هبتدي اسقيها بالشربات، هي تبقى سخنه والشربات سخنه على طول. اول ما البسبوسه بتاعتك تشرب الشربات خلاص كده تضمني ان البسبوسه بتاعتك بقت ناجحه. هكمل، هي هتاخد الشربات كله اللي احنا عملناه اللي هو 2 سكر و1 كوباية مية، يعني هي بتبقى زايده كده ما تخافيش، هي مجرد ان هي بتقعد هتشرب الشربات بتاعها كله. هبتدي اغطيها بفوطه او بورق فويل بس مجرد 10 دقايق كده عشان تطرى، وبعد كده اشيل الورق الفويل بس عشان وش البسبوسه ما يطراش معايا. كده بعد 10 دقايق هبتدي اشيل بقى الورق الفويل عشان البسبوسه ما تطراش معايا. كده خلاص البسبوسه شربت كل الشربات اللي كان موجود فيها، هسيبها حوالي ساعه بقى عشان تبرد، هي من كتر ما هي طريه لو قطعتها دلوقتي هتبقى يعني هتتفرفط معايا قوي. خلاص كده بعد ما بردت هبتدي اطلعها اوريكم بقى، اكيد طبعا شايفين درجه السوا عامله ازاي، واخده لون واحد، كلها لون واحد. زي ما قلت لكم بندوس عليها في السوا قوي لان في ناس بتسيبها بالساعه، لا ده مش صح، احنا هنسيبها زي ما قلت لكم نص ساعه، مجرد ان الجوانب بتاعتها تتحمر كده هولع عليها الشوايه لمده 2 دقايق وخلاص تبقى البسبوسه معايا جاهزه. واكيد طبعا شايفين الترميله عامله ازاي وارتفاع البسبوسه، لو مشيتي على الخطوات دي بالظبط ان شاء الله هتطلع البسبوسه معاكي ناجحه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وزي ما بقول لكم كل مره جربوها صدقوني مش هتندموا، واشوفكم قريب ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.